واحد من افراد عائله النادي الاهلي. كابتن خالد بيبو نجم النادي الاهلي ومدير قطاع الناشئين. كابتن خالد برحب بيك في بيت تاني للنادي الاهلي فرع الاهلي بالاقصر، لحظه من اللحظات التاريخيه اللي بتعيشها كواحد من افراد منظومه النادي الاهلي وكواحد من جماهير النادي الاهلي. اهلا بيك يا فاروق، وسعيد طبعا ان انا موجود على شاشه قناه النادي الاهلي، وسعيد بالفرع الجديد اللي بيفتحه النادي الاهلي. هو مش بيت جديد، هو نفس البيت واتفتح فرع جديد للنادي الاهلي، ولسه اللي جاي احسن واقوى ان شاء الله. والنادي الاهلي معودنا دايما ان هو موجود في كل مكان، وده فكره مجلس اداره ان انا ابقى موجود في كل مكان، موجود. انا اللي بروح دلوقتي لمحبين النادي الاهلي، يعني النادي الاهلي طبعا محبينه في كل حته وفي كل مكان في جمهوريه مصر العربيه، فالنادي الاهلي هيتحرك لهم في المكان اللي هم فيه. الاستاذ جمال الزهيري وهو ضيفنا في النهارده في قناه النادي الاهلي اتكلم في نقطه البرنامج عائله النادي الاهلي، وكانت البدايه من الكابتن محمود الخطيب ان انا بعمل برنامج بيضم كل افراد النادي الاهلي، مش الاعضاء بس، ده الاعضاء الجماهير، كل افراد من ينتمي للنادي الاهلي، كل محبين النادي الاهلي، كل اللي بيحب النادي الاهلي وعايز النادي الاهلي دايما يبقى في مكان كبير ومكان محترم. هم النادي الاهلي خلاص، كابتن خطيب كان ومجلس اداره النادي كان كل تفكيره ان انا يعني عائله النادي الاهلي تبقى موجوده في كل مكان، مش موجوده في القاهره بس، موجوده لا، ده احنا يعني التفكير ان انت تتحرك. وكان يعني اول تفكير ان انت تنزل الصعيد. الصعيد مكان محترم جدا، واحنا يعني كله كان يعني مهمل شويه الصعيد، خلينا نقولها بشكل واضح. الصعيد كان بعيد شويه، يعني انا عشان جزء مني صعيدي، فانا طبعا يعني بحس الاحساس ده دايما ان انت تحس ان بعيد يا شويه الصعيد، مش اخذ الاهتمام قوي، مش متسلط عليه الضوء بشكل كبير. انما احنا عندنا ناس كتيره قوي من الصعيد بصراحه، يعني عبروا عن نفسهم بشكل كويس قوي في المجتمع المصري. فعشان كده ان انا النادي الاهلي يبدا اول فروعه خارج القاهره يبقى في الصعيد، ده حاجه كويسه، واتمنى ان شاء الله ان انا يعني اشوف فروع للنادي الاهلي في كل مكان في مصر. كابتن خالد بنشكرك وبنرحب بيك في فرع الاهلي بالاقصر، ونتمنى ان شاء الله المزيد من التقدم للنادي الاهلي. شكرا، ربنا يخليك، شكرا، مع السلامه.